أهلا بكم وإلى العناوين. الدفاع الروسي تحذر أي دولة من فتح مطاراتها للمقاتلات الأوكرانية. الإعلام الأوكراني يؤكد تطوع 3000 أمريكي للقتال ويتحدث عن فيلق دولي من 16000 مستعد للقتال ضد القوات الروسية. الرئيس الروسي يؤكد الاستعداد للحوار والإليزي يقول أن بوتين أبلغ ماكرون أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا سواء عبر المفاوضات أو الحرب. بلينكين يؤكد اقتراب التوصل لاتفاق نووي مع إيران ويقول أن العقوبات على روسيا لا علاقة لها بالاتفاق النووي. استشهاد 13 جنديا سوريا وإصابة 18 في هجوم على حافلة عسكرية في مدينة تدمر. أهلا بكم. شددت وزارة الدفاع الروسية على أن أي دولة تتيح لسلاح الجو الأوكراني استخدام مطاراتها لشن هجمات على روسيا يمكن اعتبارها قد دخلت الصراع. الدفاع الروسية أعلنت تدمير قاعدة ومطار عسكري غرب أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة. ولفت مراسلنا إلى أن كتيبة أزوف الأوكرانية المتطرفة تطلق النار على السكان الذين حاولوا مغادرة ماريوبول وفق اتفاق الهدنة. يأتي ذلك فيما أعلنت سيطرة قوات لوغانسك الشعبية على 8 بلدات أوكرانية. خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أسقطت مقاتلات تابعة للقوات الجوية الروسية وقوات الدفاع الجوي 4 طائرات من طراز سو 27 وواحدة من طراز ميج 29 في منطقة مدينة جيتومير وواحدة من طراز سو 27 وواحدة من طراز سو 25 في منطقة رادو ميشيل وطائرة سو 25 في منطقة نيجين وطائرتين من طراز مي 8 في كييف وست طائرات من دون طيار بما في ذلك طائرة بيرقدار. تم تنفيذ غارة باستخدام سلاح طويل المدى عالي الدقة ما أدى إلى تعطيل قاعدة القوات الجوية الأوكرانية في نقطة ستار كوستانتينوف. ومعنا مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي، كما ينضم إلينا أيضا العميد شارل أبي نادر محلل الميادين للشؤون الأمنية والعسكرية هنا في الاستديو، وأيضا منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن. وبطبيعة الحال أبدأ معك سلام العبيدي من موسكو. سلام، يعني كان هناك موقف واضح وصريح لوزارة الدفاع الروسية، ربما نحتاج للمزيد من التفاصيل حول هذا الموقف. نعم، تحياتي لك وللزميل منذر وسيادة العبيد أبي نادر. طبعا سأبدأ بأهم ما جاء في البيان العسكري، هناك الكثير من الفقرات التي وردت، لكن أبدأ من أهم شيء. أولا، تم توجيه بمثابة إنذار ولداء إلى من يعملون في مصانع مجمع التصنيع العسكري الأوكراني بأن المصانع العسكرية الأوكرانية باتت هدفا مشروعا للقوات الروسية، والقوات الروسية توجه إنذارا ونداء لمن يعمل لأولئك الذين يعملون في هذه المؤسسات بأن يغادروها، وأنها أي روسيا قبل أن تهاجم أي مصنع بسلاح عالي الدقة ستعلن أنها ستقوم بمهاجمة ذلك الهدف لكي يتم إخلاء هذا المصنع أو ذاك من العاملين فيها، مشيرة إلى أن المتطرفين يحاولون استخدام أيضا عمال هذه المصانع كدروع بشرية. لذلك روسيا تحذر بشكل واضح لا يقبل التأويل بأنها ستبلغ مسبقا الهدف الذي ستقصفه. الآن أصبح كل مصانع مجمع التصنيع العسكري الأوكراني أصبحت أهدافا مشروعة للسلاح الروسي، هذا أولا. ثانيا، أيضا مسألة مهمة وسبق أن تحدثنا عنها وسيادة العبيد أيضا تطرق لهذه المسألة، وهي مختبرات الأسلحة الجرثومية. اليوم قلنا أن القوات الروسية دمرت 13 مختبرا من هذه المختبرات المنتشرة في أوكرانيا. اليوم وزارة الدفاع الروسية قدمت صور لوثائق تثبت بأن أوكرانيا فعلا كانت تطور هذا النوع من السلاح، وأنها أيضا حصلت على صور لوثائق تثبت أنه نظرا لخطورة الموقف فأن أوكرانيا شرعت في تدمير محفزات بعض أنواع الأمراض الخطيرة جدا
التي تصنعها أو تنتجها في مختبراتها بمساعدة أمريكية، وهناك وثائق تثبت بأنه فعلا هذه محفزات الأمراض تم إتلافها لتفادي انتشار الأمراض في حال يعني تعرض هذه المنشآت إلى قصف. أيضا مسألة مهمة وذكرتها رانا هي ما يتعلق بتوجيه إنذار وتحذير للدول التي قد توفر مطاراتها لكي تستخدم من قبل أوكرانيا في العمليات العسكرية. سمعنا كثيرا في الأيام الأخيرة عن أن بعض دول أوروبا الشرقية التي تمتلك سلاح طيران سوفيتي الصنع مستعدة لتوفير هذه الطائرات على أساس أن تنقل إلى مطارات في أوكرانيا، لكن واضح من البيان العسكري الروسي أن روسيا لن تسمح بظهور طائرات في المطارات العسكرية الأوكرانية التي عمليا تم تدمير معظمها، والبقية يمكن أن تصبح أهدافا يعني للسلاح الروسي. لكن هناك ربما معطيات استخبارية للجانب الروسي بأن هناك محاولات لأن تنطلق هذه الطائرات من أراضي دول مجاورة، فهذا بالنسبة لروسيا يكون بمثابة إعلان حرب. طبعا هناك الكثير من التفاصيل عن ما حققته العملية العسكرية، لكن يعني ليس هذا هو المهم، المهم أنه التحذيرات والإنذارات التي وجهتها روسيا. وبطبيعة الحال سوف أعود إليك بالمستجدات أيضا سلام، ولكن اسمح لي أن أتوجه إلى سيادة العميد شار أبي نادر. سيادة العميد، يعني اليوم هناك تطورات ميدانية بخلاف الأمس، العين تتجه إلى أي بقعة جغرافية في أوكرانيا؟ يعني نستطيع أن نقول رنا أن بين الأمس واليوم هناك تطور في أكثر من مستوى بالنسبة لعملية الوحدات الروسية. هناك تطور في المكان، في الأمكنة، هناك تطور في رفع مستوى الاستهداف، وهناك تطور في اختيار الأهداف. يعني نبدأ بداية من التحرك الميداني. منطقة يعني الخريطة إذا كانت جاهزة على الشاشة، بلاكيا هي جنوب خاركوف. هناك تقدم، كان هذا التقدم لافتا وهو يفتح نقطة تحول في المنطقة الشرقية بين خاركوف وبين نهر دنيبر. هذه نقطة مهمة من الناحية التكتية. النقطة الأخرى أيضا هي تطور المحور انطلاقا من ميكولايف شمالا باتجاه كييف، هذا ايضا تطور في الميدان، تطور تكتيك في الميدان. التطور الاهم يعني اشار اليه سلام هو الموضوع التحذير للدول المحيطه الخارجيه، هذا ايضا يعتبر تطور في مستوى العلاقه مع الدول الخارجيه، وكان روسيا تقول ان المطارات القريبه او الدول القريبه سوف تكون او سوف تدخل من ضمن المواجهه اذا ساعدت الوحدات الاوكرانيه بوضع قاذفات. برايك هل يمكن ان يكون بيان وزاره الدفاع الروسيه بمثابه يعني رادع لاي تحرك من هذا القبيل؟ هو في اتجاهين، هو تحذير من هذه الناحيه، وهو ايضا هناك معطيات ومعلومات بالامس وما قبل الامس. تم طلب، يعني الرئيس زيلينسكي طلب مباشره من الكونغرس الامريكي السماح لدول اوروبيه شرقيه بتزويد اوكرانيا بقاذفات روسيه موجوده لديها، سو 27 وسو 25، لاستعمالها بمواجهه الروس. هذه الدول خاصه ان هناك سيطره على المطارات داخل اوكرانيا من الوحدات الروسيه الان، اذا سلك هذا المشروع من الطبيعي أن تستعمل المطارات لهذه الدول التي سوف تقدمها لأوكرانيا. من هنا جاء التحذير الروسي في تحديد هذه النقطة. التطور الآخر أيضا في المكان، للمرة الأولى يتم استهداف منطقة بعيدة خارج بقعة العمليات، نتكلم عن استهداف مطار فينيستيا والذي هو في المنطقة تقريبا الغربية، يعني هو أقرب إلى المنطقة الغربية من نهر دنيبر، هو بعيد أكثر من 200 أو 300 كيلومتر عن منطقة الاشتباك. سابقا كان استهداف القواعد الجوية هي لخدمة العمليات في كل المحاور التي رأيناها، الآن هناك تطور يبدو كما يبدو يعني بين الأمس واليوم أن هناك نقلة نوعية في مستوى المعركة لدى الوحدات الروسية. أذهب إليك منذر سليمان، يعني من الواضح بأن جولة وزير الخارجية الأمريكي على دول الجوار لأوكرانيا تحمل الكثير، زبدة الرسالة الأمريكية من خلال بلينكين ما هي؟ الزبدة هي عملية دعم وشد عصب لهم ونوع من التشجيع على ضرورة التنسيق والاستمرار في دعم أوكرانيا وإيجاد صيغ لوجستية داعمة ودعم مالي، أيضا الوعد بدعم مالي، هناك 10 مليارات دولار على الأقل تلوح الآن في مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية لأوكرانيا، وبالتالي يمكن أن توزع جزء منها على بقية الدول التي تستقبل المغادرين من أوكرانيا. أيضا مفيد توسع وربما توجيه النظر على ما ذكره
الزميل سلام وأيضا العميد حول موضوع الطائرات. هناك بالفعل حديث في واشنطن جدي حول أن يتم طالما أنهم لا يستطيعون إعلان حظر جوي، وعادة إعلان الحظر الجوي يكون من الدولة يعني المهاجمة، ليس من الدولة المدافعة. في كل الأحوال هناك وعد بأن يتم تعويض أي طائرات ميج يعني متعددة الطرازات يمكن أن تزود فيها القوات الجوية الأوكرانية بطائرات F-16 من قبل الولايات المتحدة. إذن النقاش يجري على اللمسات الأخيرة حول هذا الموضوع، ويعني العميد يستطيع ربما أن يفيدنا أكثر في هذا الموضوع. هناك طيارين الأوكرانيين باستطاعتهم الذهاب إلى يعني المطارات الأخرى وجلب الطائرات يعني وهبوطها في بعض الأماكن الآمنة في أوكرانيا. إذن لأنه قد يكون الأمر نوع من التسلل، نوع من، ولكن هذا بالطبع يعني مسألة ستتم لوجستيا مع تأييد الناتو، ولكن أنه سيحاولون إخراجها بأنه هؤلاء طيارين أوكران، وبالتالي يتم دعمنا عسكريا حتى لو تم الاعتراف بأن هذه الطائرات زودت. إذن المرشح أكثر الموضوع هنا بولندا. بولندا قد تكون هي الهدف لأكثر من سبب، يعني أو هي تكون نقطة اشتعال محتملة باستهداف استباقي، أو بأن تتورط وبالتالي يصبح هناك التركيز عليها، لأنه حتى 20,000 مقاتل الذين يتحدثون عنهم يعني هؤلاء المرتزقة أيضا يتم تجميعهم وتدريبهم بشكل أساسي في بولندا وتقديم الدعم اللوجستي لهم والتسلل من بولندا، فهذا الأمر في غاية الخطورة. سأسأل عن هؤلاء يعني الذين يعني سيذهبون إلى أوكرانيا تحت اسم التطوع لمحاربة روسيا هناك، ولكن أيضا نرحب بزميلتنا موفدة الميادين إلى برلين مريم عثمان. مريم أهلا بك، وأنت الآتية من الحدود البولندية الأوكرانية إلى ألمانيا، هل بدأ وصول اللاجئين الأوكرانيين إلى برلين أم بعد؟ نعم رانا، شكرا لك، أهلا بك وبالزملاء الكرام. ألمانيا بدأت بالفعل باستقبال اللاجئين منذ الأسبوع الماضي، ونظرا أننا رصدنا على الحدود أن ألمانيا كانت الدولة الأكثر تقديما للمساعدات بالنسبة للاجئين وإقامات لثلاثة سنوات مع مسكن وغيره، وصل يوم الجمعة الماضي فقط 11,000 لاجئ إلى برلين، بقي منهم 720 فقط في برلين لأنها مثقلة أيضا بموضوع اللاجئين، وتم توزيع باقي اللاجئين الأوكرانيين على مختلف المناطق الفيدرالية في ألمانيا. لذلك ألمانيا أيضا هي في قلب هذه الأزمة فيما يخص المهاجرين كما بولندا، لأننا لا نستطيع أن ننسى أنها منطقة حدودية مباشرة مع بولندا. رانا، هذه الجهود الرسمية لاستقبال اللاجئين من قبل الحكومة الألمانية أيضا يضاف إليه مجهود شعبي وجهود شعبية وتطوع خاص في هذا الموضوع لاستقبال اللاجئين، وحتى أن هناك مواطنين ألمان قدموا بيوتهم إلى اللاجئين الأوكرانيين، وفي هذا أمر مختلف عن ما سبق في موضوع أزمات اللاجئين التي شهدتها ألمانيا. هناك تطوع شعبي في هذا الموضوع، وهذا يضاف إليه أيضا ما قاله وزير الداخلية ليلة أمس، وزير الداخلية الألماني، إلى أن كل اللاجئين الآتين من أوكرانيا على ألمانيا أن تستقبلهم من دون الخضوع لأي إجراءات لجوء صعبة قد يتعرضوا إليها، وحتى من لا يحملون الجنسية الأوكرانية. نعم. أعود إليك سلام العبيدي، وأبقى معك يعني في الشرق الأوكراني، وحضرتك أيضا كنت هناك منذ أيام. القوات العسكرية الروسية تقوم بفتح ممرات إنسانية أخرى في ماريوبول وأيضا في فولون فاخا، يعني أيضا تفاصيل أكثر حول هذا يعني هالمستجدات الجديدة.
رانا طبعا هناك تطورات سلبية في هذه المسألة، وكانت هناك اتهامات مباشرة من قبل قيادة الجمهورية الدولية الشعبية بأن المتطرفين أطلقوا النار على قوافل المغادرين على الحافلات التي كانت تقلهم، وتم لم تخني الذاكرة نتيجة ذلك قتل شخصان من المواطنين الذين كانوا يغادرون المدينة، وعلى أثر ذلك تم إيقاف هذه العملية. لكن فصائل جيش دونيتسك الشعبي مع ذلك يستمر في توسيع نفوذه وتواجده في المدينة، ويقوم بشكل تلقائي بإخراج السكان من هناك. يعني حتى الظهر تمكنوا من إخراج ما يقارب 300 شخص، لكن لا أعرف الأرقام إلى أي مدى وصلت الآن، لأن هناك اشتباكات وهناك يعني وضع خطر جدا داخل المدينة. آلاف الألغام والعبوات الناسفة زرعت في المباني وعلى الطرقات وفي يعني مناطق كثيرة، وخاصة الآن مع يعني مع الوقت الظلام من الصعب التحرك والعمل في هذا الاتجاه. لذلك هذه المسألة تبقى معقدة في انتظار يعني يكون هناك تواصل، لأن الصليب الأحمر متواجد ويقوم بدور الوسيط، وأيضا هو الذي يشرف على عملية إخراج السكان من هناك وإجلائهم، وهناك يعني هذه القوافل ترافقها سيارات تابعة للصليب الأحمر الدولي. فلذلك يعني يجب أن ننتظر صباح الغد لنفهم الموقف. أيضا عندي ملاحظة لو سمحت رانا فيما يتعلق بالحديث الذي تطرق له الزميل منذر، وكذلك سيادة العميد فيما يتعلق بالطائرات ومرابطتها. طبعا هناك مسألة مهمة يجب أن نشير إليها. أولا الطيارون الأوكرانيون مدربون فقط على الطيران السوفيتي لكي يستخدموا الطائرات الأمريكية أو الطائرات يعني غير السوفيتية، فيحتاجون إلى دورات تدريب سريعة، فهذا يحتاج وقت. ثانيا الطيران السوفيتي الذي قد يسلم إلى الأوكرانيين من دول أوروبا الشرقية قياسا بما لدى روسيا من طيران هو عبارة عن خردة، يعني خلال دقائق سيتم إسقاط كل هذه الطائرات. فلذلك هي مغامرة من قبل الغرب، يعني لا أدري لماذا هم يفعلون ذلك أو يحاولون فعل ذلك، أو كأنه عملية بالدرجة الأولى عملية نفسية استفزازية وليست عملية عسكرية فعلا، أو شيء يمكن أن يؤدي إلى اختراق أو شيء ما، لأن هذه الطائرات حالة دخولها المجال الجوي الأوكراني سيتم إسقاطها من قبل سلاح الجو الروسي المتفوق مرات عديدة على سلاح سوفيتي قديم، يعني ليس له أي فائدة في الوقت الحاضر، مجرد يعني يمكن أن يستخدم في دول العالم الثالث في صراعات محلية لا أكثر. وهذه معلومات مهمة بلا شك سلام العبيدي. عميد شار، المطار فينيستيا أي أهمية له؟ مطار فينيستيا، نتكلم هنا تقريبا المطار، مطار فينيستيا هو كقاعدة جوية عسكرية، يعني البعد الأول أو الميزة الأولى هي هذا الموضوع. ولكن ما يضيف على هذه الميزة أنه نلاحظ رانا أنه تقريبا في الوسط الغربي، هو قريب من كييف، هو قريب من لوفوف، وهو قريب من أديسا ومن ميكولايف، هو يتوسط الأربع نقاط المحتملة لأي اشتباك استراتيجي مقبل. ومن هنا أن يكون هناك يعني انتقال في الاستهداف إلى مسافات داخل الغرب الأوكراني أكثر من 300 كيلومتر تقريبا، من ميكولايف هناك 300 كيلومتر تقريبا حتى فينيستيا. هذا يعني أن لدى الوحدات الروسية أو العمليات الروسية فكرة معينة بنقل المعركة إلى هذه المنطقة، أعتقد يعني ربما انطلاقا من المنطقة التي تم الوصول إليها الآن. على الخريطة نتكلم عن منطقة باشتينكا تقريبا، والتي هي شمال ميكولايف. من المحتمل أو المرتقب أن نتكلم عن احتمال لفتح محور بهذا الاتجاه وباتجاه جنوب كييف، نتكلم أيضا عن استكمال من ميكولايف لفتح محور باتجاه أوديسا، هذا أصبح محتملا جدا في المرحلة الأخيرة لأنه لم يتبقى إلا أوديسا على الواجهة البحرية. وأيضا هناك احتمال لأن يمتد هذا المحور ويصل إلى فينيسيا في المرحلة اللاحقة كخطوة أولى في نقل المعركة إلى الغرب. جميع هذه النقاط ممكن أن تفتح انطلاقا من يعني الوضعية التي فرضتها الوحدات الروسية في المرحلة الأخيرة بعد الوصول إلى شمال ميكولايف وبعد استهداف مطار فينيسيا. منذر سليمان، يعني أتيت على ذكر 3000 متطوع أمريكي لمحاربة روسيا في أوكرانيا، يعني ماذا يعني ذلك استنادا إلى التجارب السابقة، وتحت أي عنوان يأتون من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوكرانيا، في أي إطار يمكن وضع هذا التحرك، وهل هو قانوني أم ماذا؟
يعني عمليا قبل ذلك فقط أود أن أشير أنه ما ذكره الزميل والتوضيح زميل سلام صحيح، بمعنى أنه لا يمكن للطيارين قيادة الطائرات الأمريكية طيارين الأوكران، ولكن نجد أنه المغامرات التي والتوريط الذي تقوم به الولايات المتحدة أو التعويض عن عجز حلف الناتو يدفع بالكثير من الأمور التي لا يمكن تصورها أحيانا. ومن ضمن البدائل التي يتم إغراء الوضع فيها، وهذا قد يكون يعني على العين، يجب أن تتركز على بولندا وعلى مولديفيا كمناطق يمكن أن يكون هناك نوع من التورط في توسيع الاشتباك العسكري. والتحذير الروسي كان واضحا من أنه هناك مخاطر ممكنة من التورط بمثل هذه الأعمال. أما على صعيد المرتزقة والمتطوعين، من الواضح أنه هناك حتى نائب في البرلمان الأوكراني كان يقول ويشجع على أن ربما على أوكرانيا أن تمنح الجنسية لكل من يتطوع للحرب مع أوكرانيا، وهذا يعني أمر مغري كثيرا. الأكثرية الساحقة هي من الأوروبيين، ولكن بالطبع سيكون هناك إن كان من مواطنين أمريكيين متواجدين، أو إن كان أصلا منذ فترة منذ أشهر يتم كانت قوات خاصة، قوات من الحرس الوطني، ويمكن يعني تحويل الكثير من إن كان المواطنين الأمريكيين الذين كانوا متواجدين أو الذين تم إرسالهم أصلا لدعم القوات الأوكرانية ليكونوا هم في الطليعة، وتشجيع آخرين على التطوع. وحتى بلاك ووتر، يعني رئيس بلاك ووتر تحدث بأنه عرض على بايدن أن وعلى زيلينسكي هذا الأمر، يعني عرض على أن يكون هناك متطوعين يذهبون من الشركات الأمنية من المقاتلين السابقين. وهناك العديد من الآن بسبب الوضع الاقتصادي القائم في الولايات المتحدة، وهناك الكثير من لديهم الخبرة العسكرية، والذين يعني بسبب الانسحاب من أفغانستان والانسحاب الجزئي من العراق لم يعد لهؤلاء المتعاقدين دور يعني ارتزاقي، فنراهم يتوزعون في دول الخليج على فكرة، في أفريقيا، في دول أخرى، وربما أن هؤلاء سيكونوا المجموعة التي ستأتي. أما موضوع التغطية القانونية لها، ذكرت بأنه قد يكون بعض الاشتراحات بمعنى منحهم الجنسية وبالتالي تحويلهم إلى أنهم ليسوا بالفعل ليسوا أجانب، هو إنما جنسية أخرى، وبالتالي أنهم يعني ليسوا أجانب وبالتالي أوكرانيين، وبالتالي هذا يسقط مسألة أنهم مرتزقة. ولكن طبعا هناك مجموعات متطرفة، يعني إن كان من الداعشيين أو إن كان من النازيين الذي يمكن تجنيدهم من أوروبا، والتطرف في أوروبا من حتى في فرنسا حتى في ألمانيا وفي دول أخرى بأوروبا، يعني لديهم سيكون جيش واسع من الذين يرغبون في ذلك، عدا عن كسب المال أيضا كسب الجنسية يعني للمدى الطويل. طيب أذهب إليك مريم بسؤال أخير. أسعار الطاقة إلى ارتفاع، هل بدأ يتلمس المواطن الألماني أي تبعات للعقوبات التي فرضت على روسيا بعد العملية العسكرية، أو حتى يعني ألمانيا بشكل عام، ليس بالضرورة المواطن الألماني؟ نعم رانا، بالفعل هذه الأزمة بالطبع ترمي بثقلها على الاقتصاد الأكبر في ألمانيا. إذا ألمانيا تعتمد على نحو كبير على مصادر الطاقة من قبل روسيا مثلا، الآن انشغال الرأي العام هو في هذا الموضوع، وفي غلاء البنزين مثلا من 1.07 يورو إلى وتجاوز 2.05 يورو، وهذا تجاوز كبير وارتفاع كبير للغاية بالنسبة للمواطن الألماني. هذا الارتفاع في أسعار مصادر الطاقة بالطبع أيضا أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع الأساسية في البلاد، وهناك فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا رانا، تظهر مراكز تجارية تقريبا خالية من المواد الأساسية بسبب تهافت المواطنين الألمان إلى شراء هذه المواد الغذائية قبل أن ترتفع أسعارها من جديد.
هذه الأزمة الاقتصادية والمعيشية أيضا يرافقها أزمة نستطيع أن نقول أنها نفسية أو حرب نفسية. الخوف من أي حرب نووية لا يزال موجود في ألمانيا وبين الناس. وأود أن أشير إلى أمر، إلى أن تقارير صحفية رانا أشارت إلى أن أقراص اليود أو هذه ما يسموها أقراص اليود التي قد تستخدم في حال تعرض أي إنسان لشعاع نووي، هي بالفعل أصبحت الصيدليات في ألمانيا خالية منها بسبب تهافت المواطنين إلى شراء هذه الأقراص، خوفا من أن تؤدي أي حرب الآن إلى حرب نووية شاملة قد تتأذى منها ألمانيا على نحو كبير. رانا، شكرا جزيلا لك مريم عثمان مفدة الميادين إلى برلين، وشكرا أيضا موصول مدير سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن، لسلام العبيدي مدير مكتب الميادين في موسكو، وأيضا لك عميد شارع بن نادر محلل الميادين للشؤون الأمنية والعسكرية. شكرا لكم جميعا. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القصف الروسي دمر مطار فينيتسيا بشكل كامل، وأكد أن الجيش الروسي يحضر لقصف مدينة أوديسا جنوب البلاد، وطالب زيلينسكي بفرض حظر طيران فوق أوكرانيا. القصف الروسي دمر مطار فينيتسيا بشكل كامل، الجيش الروسي يحضر لقصف مدينة أوديسا جنوبي البلاد، نطالب بفرض حظر طيران فوق أوكرانيا والدفاع عن بلدنا، ونطالب بإعطائنا طائرات مقاتلة كي نتمكن من الدفاع عن أوكرانيا. أفاد مفد الميادين إلى أوكرانيا بأن الجيش الروسي استهدف مطار فينيتسيا بثمانية صواريخ في وسط البلاد. وفي كييف عزز الجيش الأوكراني وحدته وقام بنشر مدرعات على المداخل الرئيسية للمدينة، يأتي ذلك وسط مواجهات مستمرة في تشيرنيغيف شمالا. في الأثناء تبادل الجانبان الروسي والأوكراني الاتهامات بشأن الإخفاق في إخراج المدنيين من مدينة ماريوبيل، وفيما اتهم الحرس الوطني الأوكراني الجانب الروسي بقصف المناطق التي كان من المفترض أن تكون آمنة. نقلت وكالة انترفاكس الروسية عن مسؤول في إدارة دانيتسك اتهام القوات الأوكرانية بعدم احترام وقف إطلاق النار، كما اتهمها باستخدام المدنيين دروعا بشرية فضلا عن زرع الألغام في المنطقة. نفتح اليوم الممرات الإنسانية في ماريوبيل وفولنوفاكا، سنفعل كل شيء حتى يتمكن الأشخاص الذين وقعوا في فخ السلطات والقوميين الأوكرانيين من الخروج من هناك. وفي جانب التدخلات الغربية المباشرة في الحرب، قالت وكالة الأنباء الأوكرانية أن 3000 أمريكي يستعدون للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية. ونقلت الوكالة عن عمليات القوات المسلحة الأوكرانية أن عددا كبيرا من المحاربين القدامى الذين خاضوا معارك في العراق وغيرها من النقاط الساخنة في جميع أنحاء العالم يستعدون للقتال في أوكرانيا، مضيفة أن إجمالي تعداد الأجانب ضمن ما سمي الفيلق الدولي ضد القوات الروسية بلغ 16000. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده تعمل جاهدة للتواصل لاتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية، ولم يحدد أمام الصحفيين خلال زيارة إلى مولدافيا جدولا زمنيا لهذه الخطوة. الولايات المتحدة تعمل جاهدة للتوصل لاتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية. لا يمكنني التحدث عن جدول زمني، لكن يمكنني القول إننا نتعامل مع الأمر بشكل نشيط جدا. نجري محادثات نشيطة للغاية مع مسؤولين أوكرانيين للحصول على تقييم محدث لاحتياجاتهم. أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد روسيا للحوار إذا نفذت أوكرانيا كل الشروط التي وضعتها موسكو. وخلال اتصال هاتفي امتد لأكثر من 1:40، اتهم بوتين متطرفين أوكرانيين بارتكاب حادثة محطة زاباروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا بحسب الكرملين. بدوره قال الإليزين بوتين أبلغ ماكرون أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا سواء عبر المفاوضات أو الحرب. أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس باري أن انتشار جنود حلف شمال أطلسي ينبغي أن يتيح للحلفاء إظهار وحدة راسخة بعدما سمت اجتياح روسيا لأوكرانيا. وأمام 1000 عسكري ينتمون إلى 7 دول أعضاء في الناتو جنوب شرق رومانيا، قالت أن التزام الحلفاء ليس هجوميا بل دفاعيا، وشددت على أن التحالف لا يهدد روسيا.
التزام الحلفاء ليس هجوميا، إنه دفاعي. التحالف لا يهدد روسيا، أوروبا لا تهدد روسيا، لا أحد يهدد روسيا. في المقابل يعود لنا أن نظهر لروسيا أن وحدتنا راسخة حين يتصل الأمر بالدفاع عن حلفائنا. أنا فخورة جدا برؤية جنود فرنسيين ينتشرون إلى جانب جنود رومانيين وأمريكيين وبلجيكيين وهولنديين وإيطاليين وألمان في هذه القاعدة وتحت مظلة الحلف الأطلسي. مع هذا الانتشار الأول لقوة الرد السريع التابعة للحلف الأطلسي، نظهر قدرة القوات الفرنسية والمتحالفة على حماية نفسها في وقت قياسي. فاصل ونواصل. أهلا بكم من جديد. اعتبرت ألمانيا أن قرار تسريع إجراءات ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيلحق ضررا بمصالح كييف وكذلك بالاتحاد. وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البوندستانغ مايكل روت خلال مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانية أن أقصى ما يمكن للسلطات الأوكرانية التعويل عليه هو ما يسمى بالعضوية الفخرية، لأن التجربة السابقة لتوسيع الاتحاد الأوروبي على حساب دول البلقان لم تكن خالية من الأخطاء. مع اندلاع الأزمة الأوكرانية اتجهت الأنظار إلى الموقف الإسرائيلي منها، ففي ظل التحالف المعروف بين تل أبيب وواشنطن أفاد مدير مكتب الميادين في موسكو بوجود امتعاض روسي من الوساطة التي تحاول إسرائيل أن تلعبها. فهل تضحي تل أبيب بعلاقاتها مع موسكو؟ قبل أيام من اندلاع الأزمة في أوكرانيا حددت إسرائيل موقفها بوضوح. وزير خارجيتها يائير لابيد قال أن تل أبيب ستتموضع إلى جانب حليفتها التقليدية واشنطن بالرغم من مصلحة الحفاظ على العلاقات الجيدة مع موسكو، لكن العلاقات الروسية الإسرائيلية مع اندلاع الحرب ليست على ما يرام بحسب المعلومات التي كشف عنها مدير مكتب الميادين في موسكو، بعكس ما يحاول الجانب الإسرائيلي ترويجه، ولا سيما بعد المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الروسية. فموسكو بحسب مدير مكتب الميادين ممتعضة من محاولات الوساطة، ولا سيما الوساطة المعروضة من الجانب الإسرائيلي، وهي أبلغت الجانب الإسرائيلي أنه لا حاجة لهذه الجهود في ظل وجود مفاوضات مع الجانب الأوكراني، وأن الوساطة الوحيدة يجب أن تكون للضغط على كييف لتنفيذ الشروط الروسية. موسكو ممتعضة كذلك لإعطاء كثير من المسؤولين الإسرائيليين العملية العسكرية الروسية بعدا ذا صبغة قومية ودينية، حيث يتبنون الدعاية التي يروج لها زيلينسكي من أن ما يجري في أوكرانيا حرب على اليهود فيها. فماذا أراد بنت من هذه الزيارة في هذا التوقيت تحديدا؟ تسريبات روسية تحدثت عن أن بنت أثار موضوع الملف النووي الإيراني من وجهة نظر تل أبيب التي تعتبر استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة خطأ وتهديدا لأمن إسرائيل. أما وسائل الإعلام الإسرائيلية فأشارت إلى أن بوتين ناقش مع بنت ضرورة امتناع إسرائيل عن إمداد أوكرانيا بالسلاح وموضوع حرية تصرف إسرائيل عسكريا في سوريا. جولة بنت وفق موقع تايمز أوف إسرائيل نقلا عن مصدر دبلوماسي مطلع تم تنسيقها مع كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، ومع ذلك وفقا لبوابة أكسيوس الأمريكية فإن البيت الأبيض وعلى الرغم من أنه لم يعارض زيارة بنت إلى موسكو لم يرى فائدة فيها لجهة التأثير على موقف روسيا. فإلى أين تتجه العلاقات الروسية الإسرائيلية؟ محاصرة روسيا ثقافياً وإخراج قطاعاتها الفنية وفنانيها من مسارح العالم، إضافة إلى محاولة تهديد المؤسسات الثقافية الغربية لقطع الصلة بينها وبين أي نشاط روسي، كل ذلك يلخص الستار الحديدي الذي يبنى حول الهوية الثقافية الروسية ويحاول خنقها. لا تقل الحرب الثقافية المتواصلة على روسيا ضراوة عن الحرب الاقتصادية التي شنها الغرب عليها. فبعد خطاب سياسي وإعلامي معاد لتجريم موسكو وشيطنتها، انطلقت في وقت واحد أوركسترا المقاطعة والمنع والحجب والإقالات والتهديد
بحق الفنانين والمثقفين والأدباء الروس في معظم عواصم أوروبا وأمريكا، فيما بدا بوضوح إنه مسار منسق لخنق الثقافة الروسية وتدمير مقوماتها. أغلقت أوروبا أبوابها أمام أسماء وفرق روسية لامعة في مختلف المجالات الفنية، ووصل الأمر إلى حد إلغاء حفلات وأنشطة عديدة لفرق وفنانين من روسيا على مسارح دول الغرب وفي صالاتها. فلاح شبح العزل الثقافي الذي يراد منه تحقيق أهداف كثيرة، أبرزها عزل روسيا عن المحيط العالمي وشل دورها الحضاري. الستار الحديدي الثقافي الذي يتوسع حول روسيا يهدف أيضا إلى الضغط بكل الأشكال لإحداث قطيعة بين المثقفين والفنانين الروس ودولتهم، ومنع المثقفين والفنانين الغربيين من أي صلة أو علاقة بنظرائهم الروس. محاولات دفعت العديد من هؤلاء إلى إعلان موقف مناهض للعملية العسكرية الروسية التي تجري على قدم وساق، وتمارس المؤسسات الغربية حملة ابتزاز وتهديد وترغيب أحيانا لإجبار فنانين على القطيعة مع بلادهم، أما بإنهاء أنشطتهم أو بالتضييق عليهم ومقاطعتهم في غير مجال. المدير العام السابق لأوركسترا باريس الفيلهرمونية لوران بايل كان واضحا في تفسير الحصار الثقافي حين ربط بين دعوة الفنانين الروس وضرورة أن يعلنوا النأي بأنفسهم عن الكرملين. الحرب الثقافية الغربية ضد روسيا تجاوزت كل الخطوط الحمر وبلغت مرحلة الجنون بحسب صحيفة ميلانو التي لخصت ما يجري بقولها: أي ذكر لروسيا حتى في سياق ثقافي في دول الناتو يتسبب في مثل هذا الانفجار من الغضب والصفيرة بحيث تختفي كل علامات الرصانة. استشهد 13 جنديا سوريا وأصيب 18 في هجوم على حافلتهم في بادية تدمر وسط البلاد. وكالة سانا نقلت عن مصدر عسكري أن عددا من الضباط قتلوا في الهجوم الذي وقع ظهر اليوم ونفذ بأنواع مختلفة من الأسلحة. ومعنا من دمشق مديرة المكتب الميادين ديما نصيف. ديما أهلا بك، معلومات أكثر حول الهجوم حول المنطقة وهل من تبني له؟ لا، في الحقيقة يعني ليس هناك من جهة قد تبنت أو من مجموعة مسلحة قد تبنت هذا الهجوم، ولكن هذه منطقة عادة ينشط بها أو فيها تنظيم داعش، وقد نفذ أكثر من هجوم بنفس الطريقة تقريبا، يعني على حافلات مبيت تكون تقل عسكريين في هذه المنطقة، وخاصة أنها المنطقة التي تقع على مسافة ثلثي المسافة بين البوكمال ومدينة تدمر، وبالتالي هي منطقة صحراوية طويلة، يعني هناك مسافة طويلة يقطعها العسكريون والضباط الذين ينتقلون أو الذين يذهبون إلى إجازاتهم سواء من البوكمال أو من دير زور في شرق سوريا باتجاه يعني الأماكن التي يجب أن ينتقلوا إليها، وبالتالي ينشط داعش في هذه المنطقة لأنها منطقة صحراوية أولا تؤمن له فرارا سريعا، تغيب هذه الخلايا النائمة التي تقوم بهذه الضربات الخاطفة والسريعة. وسبق أن كان في بداية هذا العام أيضا هجوم بنفس الطريقة لتنظيم داعش والذي استشهد فيه أيضا عدد من العسكريين، وقد أصاب التنظيم حافلة المبيت حينها بصاروخ حراري، وكان هناك يعني اشتباك مع العناصر التي هاجمت هذه الحافلة، ولكن يعني سرعان ما اختفت بين يعني في هذه المنطقة الصحراوية، وأيضا يكثر فيها وجود المغر وأيضا يعني الجبال الرملية التي أيضا تؤمن ملاذا لهذه الخلايا النائمة، ولكن يعني بطبيعة الأحوال هذا مؤشر على أن التنظيم عاد لينشط في هذه المنطقة وينفذ هذه الضربات من حين إلى آخر، رغم أن كان هناك منذ
فترة عملية واسعة للجيش السوري والروسي، وضربات يعني جوية كثيفة كانت على المقرات ومعاقل ومخازن الأسلحة بالنسبة لهذه الخلايا النائمة. لكن كما تعرفين يعني عندما نتحدث عن خلايا نائمة فهي تستطيع أن تنفذ عمليات بهذه السرعة ومن ثم يعني تختفي في هذه المناطق الواسعة. طبعا يعني عندما نتحدث عن بادية سوريا نحن نتحدث عن 90,000 كيلومتر مربع، يعني هي ليست منطقة صغيرة ولا محدودة. شكرا جزيلا لك ديما نصيف، مديرة مكتب الميادين في دمشق، شكرا لك. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال التي أطلقت النار عليه بزعم تنفيذ عملية طعن قرب باب حطة في محيط المسجد الأقصى في البلدة القديمة. عناصر شرطة الاحتلال أطلقوا النار صوب الشاب بزعم تنفيذ عملية طعن وتركوه ينزف حتى ارتقى شهيدا. ووفق وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن عملية الطعن أدت إلى جرح جنديين إسرائيليين. قال رئيس حكومة صنعاء عبد العزيز بن حبتور إن حملة أعصار اليمن هي رسالة للخارج المتآمر والساعي لإبقاء البلاد حبيسة الحصار عبر أدواته من النظامين الإماراتي والسعودية. وخلال تدشين حملة أعصار اليمن لوزارة الشؤون الاجتماعية حذر بن حبتور من أن أعصار اليمن المقبل في العام الثامن من العدوان سيكون مدمرا للدول المعتدية والمتآمرة، وأكد ضرورة حشد الجماهير اليمنية إلى جبهات القتال والحفاظ على الأمن الداخلي ومواجهة المؤامرة الكبرى. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قرب تواصل الاتفاق النووي مع إيران لافتاً إلى وجود بعض المشكلات الصعبة جداً. بلينكن قال إن العقوبات المفروضة على روسيا لا علاقة لها بالملف النووي الإيراني، مضيفاً أن مطالب موسكو لدعم الاتفاق هي خارجة عن الموضوع. وأضاف بلينكن أن الأمرين مختلفان تماماً ولا رابط بينهما في رد منه على سؤال من قناة سي بي إس الأمريكية بشأن تصريحات لنظيره الروسي سيرجي لافروف دعا فيها إلى ضمانات بألا تشمل العقوبات الجديدة ضد موسكو تعاونها مع طهران. حالة ترقب في مفاوضات فيينا بعد الموقف الروسي الذي يطالب الولايات المتحدة بإعفاء التبادل التجاري بين روسيا وإيران من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. الأوروبيون والأطراف المفاوضة لم يعلقوا على المطالب الروسية بعد. تقرير موسى عاصي. للمرة الأولى منذ بدء المفاوضات في 28 من تشرين الثاني نوفمبر الماضي يغيب المفاوضون عن قصر كوبورغ. ليس هناك شخصيات تصل القصر ولا مواكب سيارة تقل المسؤولين ولا حتى الخبراء أو تقنيين. مفاوضات فيينا في حالة انتظار، إنه الانتظار لقرار واشنطن النهائي للانتقال إلى مرحلة الإعلان عن الاتفاق، وانتظار لتوضيحات من قبل موسكو بشأن ضمانات طلب بها سيرجي لافروف من واشنطن لإعفاء العلاقات التجارية بين روسيا وإيران من العقوبات الغربية المفروضة على بلاده. الوفود تنتظر أن تتخذ الولايات المتحدة قرارا سياسيا بشأن القضايا المتبقية، والتي أرجح أنه يمكن أن تكون مرتبطة بالعقوبات. وبغض النظر عما قالته روسيا، لم يتمكن الأمريكيون من إبرام الصفقة، ويبدو أنهم يواجهون بعض المشاكل الداخلية بين الديمقراطيين والجمهوريين ومع الكونغرس. ويبدو أيضا أن إدارة بايدن تواجه بعض الصعوبات في اتخاذ قرار جاد، وبمجرد أن يتخذوا قرارا بشأن هذه القضية أعتقد أنه يمكننا عقد صفقة في فيينا. علامات استفهام كثيرة تطرح في فيينا بشأن الموقف الروسي الجديد. الأوساط المراقبة تضعه في خانة الضغط على الولايات المتحدة في المواجهة المفتوحة بين موسكو وواشنطن في الملف الأوكراني، ولا سيما أنهم يؤكدون أن العلاقات التجارية بين روسيا وإيران لم تتأثر كثيرا بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وأن العقوبات المفروضة اليوم على روسيا لم تصدر عن الأمم المتحدة، وبالتالي يمكن لإيران أو لأي دولة أخرى أن تتاجر مع روسيا في حال تأمين طرق التحويل البديلة عن نظام سويفت. يرفض المتابعون لمفاوضات فيينا الاستنتاج القائل بأن التوصل إلى الاتفاق بات بعيدا عن متناول اليد بسبب الموقف الروسي، فمطالب لافروف لم تحجب حتى الآن المراوحة الأمريكية في حل آخر التفاصيل التي تعيق الوصول إلى الهدف النهائي. مصعص فيينا، الميادين. قال وزير الزراعة في حكومة الإنقاذ في صنعاء عبد الملك الثور للميادين إن البن اليمني سيصبح مصدر دخل قومي كبير لليمن بفضل المزارعين والمسوقين والشباب الذين فتحوا أفاقا جديدة له داخليا وخارجيا. يأتي ذلك في المهرجان التسويقي للبن اليمني بصنعاء في اليوم الوطني لزراعة شجرة البن. عبد الرحمن والتفاصيل.
من هذه الأرجاء تفوح رائحة البن اليمني، إنها رائحة اليمن على امتداد التاريخ، الرائحة التي غزا بها هذا البلد أصقاع الأرض قبل 5 قرون، وبها عرفه العالم وصنفه كموطن لأجود أنواع البن. بن اليمن يا دورر يا دورر يا كنزي فوق الشجر. بحبات كرزه الشبيهة بالعقيق وبأنواعه المتعددة بتعدد مناطق زراعته، ازدان هذا المهرجان التسويقي الأكبر للبن اليمني، المهرجان الذي رفع شعار نحيي التاريخ ونزرع الأمل، جمع مزارعي البن وتجاره ومصدريه من مختلف المحافظات اليمنية. تم اعتماد يوم 3 مارس من كل عام أن يكون اليوم الوطني للبن اليمني، بحيث أن البن اليمني أشهر وأفضل بن في العالم، والغرض منه هو الترويج للبن في مختلف أنحاء العالم. وأؤكد أن البن في المستقبل سيصبح مصدر دخل قومي كبير لليمن. 60 جناحا ومعرضا ضمها المهرجان لمنتجات البن ومشروباته، إلى جانب عرض أدوات التحضير والتحميص والتقطير المعتمدة في إعداد القهوة اليمنية، وسط مطالبات بالاهتمام بهذه الزراعة العريقة في ظل المنافسة الخارجية. سعر البن اليمني متدني إلى أبعد حدود. ما هو سبب هذا التدني؟ نريد معالجات يعني سريعة وفاعلة في هذا الموضوع، راجين أن يتم أيضا محاربة دخول البن المهرب. على مدى 3 أيام حافلة بالعروض الفنية الراقصة والأنشطة التعريفية والتدريبية، أقيم المهرجان الذي رمى إلى إحياء تاريخ البن ونشر ثقافته ضمن مشروع شبابي إحيائي طموح. يوم مهم جدا لإعادة إحياء هذا الموروث، لإعادة إحياء ثقافة البن في المجتمع ككل، وأيضا ربط العديد من المبادرات والعديد من الأنشطة بهذا اليوم الهام، مثل توزيع شتلات البن في عموم محافظة الجمهورية. بعد تنكر طويل له كمنتج تاريخي أصيل، بات للبن اليمني يوم وطني يحييه اليمنيون ويحتفون فيه بشجرتهم المتفردة والأثيرة. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. إلى العناوين مجددا. الدفاع الروسي تحذر أي دولة من فتح مطاراتها للمقاتلات الأوكرانية. الإعلام الأوكراني يؤكد انخراط 3000 أمريكي في القتال، ويتحدث عن فيلق دولي من 16,000 مستعد للقتال ضد القوات الروسية. الرئيس الروسي يؤكد الاستعداد للحوار، والإليزي يقول أن بوتين أبلغ ماكرون أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا سواء عبر المفاوضات أو الحرب. بلينكين يؤكد اقتراب التواصل الاتفاق النووي مع إيران، ويقول أن العقوبات على روسيا لا علاقة لها بالاتفاق النووي. استشهاد 13 جنديا سوريا وإصابة 18 في هجوم على حافلة عسكرية في مدينة تدمر. للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت، الميادين.net، باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء.